أشار عدد من أعضاء مجلس الأمة بعد تلقيهم رسالة مكتوبة من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه، نقلها لهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إلى أن رسالة سموه تضمنت توجيهات وإرشادات للنواب مؤكدين السمع والطاعة لمضامين تلك الرسالة الأميرية. وأوضح النواب أن رسالة سموه المطالبة بخلق حالة من الهدوء لتمكين الدولة من مواجهة المخاطر قوبلت بتأكيدات نيابية على التكاتف خلف القيادة والعمل بجد لتحصين الجبهة الداخلية. تلقى أعضاء مجلس الأمة رسالة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه ببالغ الاهتمام، مؤكدين العمل بجد وإخلاص لترجمة مضامينها على أرض الواقع بما يحقق للكويت أمنها واستقرارها. رسالة سمو الأمير على العين والرأس، وأن الكويتيين في كل المنعطفات التاريخية اصطفوا خلف القيادة السياسية وخلف نظامهم الدستوري، وبإذن الله موقف الكويتيين في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة هو امتداد لمواقفهم السابقة من الاصطفاف خلف سمو الأمير حفظه الله. الرسالة كانت تحمل عدة مضامين، وهذه المضامين ألخصها بالتالي: أن نقطة انطلاق حقيقية لمحور تعزيز الوحدة الوطنية بشكل فعال، وليس بالكلام ولا بالتنظير، وإنما تفعيل هذا الأمر أمر واقعي، لأن الوضع الحالي في المنطقة وضع متسارع. أمر الأمير، ولا أقول رسالة الأمير، تضمنت توجيهات سامية، ونحن نرد عليها بأن لبيك يا سمو الأمير، نحن سنكون حصون تدافع عن الكويت بأرواحنا. نواب الأمة أشاروا إلى أن رسالة سمو الأمير أكدت أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية ورفض الاصطفاف الطائفي والانجرار العاطفي وراء الأزمة الخليجية. نقول لسمو الأمير السمع والطاعة، وتوجيهاتك ورسالتك أوامر على كل رجل يهمه مصلحة الوطن ومصلحة واستقرار البلد. كانت الرسالة واضحة للجميع، وكان الجميع جدا يعني مقدر هذه الرسالة، خاصة من صاحب السمو الله يحفظه، والكل قاعد يقول انه سمعا وطاعا. نحن نؤكد كذلك بان صاحب السمو والد الجميع، وتوجيهاته تعتبر بالنسبة لنا اوامر. أعضاء مجلس الأمة أكدوا على أن سفينة الوطن ستعبر هذه الأمواج المتلاطمة بقيادة وحكمة صاحب السمو أمير البلاد حافظ الله ورعاه. نواف الشراكي، تلفزيون دولة الكويت.